حاجة حقيقية تحيات كابتن شريف عبد الفضيل وهارد لك. حياتي الحمد لله كابتن شريف عبد الفضيل، الحمد لله عبد الله وكل الحمد لله. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن أهلا فيك. اداء في روح جامده جدا وفي محاوله ادراك التعادل، لكن في النهايه خساره ومباراتين متبقيتين للاسماعيلي، يعني شفت ازاي او تعليقك على مباراه النهارده؟ مباراه النهارده طبعا انا الاول بحب احيي جمهور الاسماعيلي في المباراه، احب احيي لاعب جاره اللي كانوا فيها اداء محترم، احب احيي الجهاز الفني على اداره المباراه. انما احب احيي نادي الاسماعيلي بتاريخه بلاعبته اللي قدام وجداد كل من يكون الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي اسم كبير ونادي كبير تاريخ كبير، نادي الاسماعيلي ان شاء الله بفضل الله موجود في الدوري الممتاز. عندنا مغاربين صعبتين، انما اللعيبه دي من اراده هذه المسؤوليه يقدروا ان شاء الله يحطوا نادي الاسماعيلي مكانه وان شاء الله يبقى موجود باذن الله. احنا بنرد بفضل الله بفضل مهاجرتهم ومساندتهم بفضل اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله الاسماعيلي موجود في الدوري الممتاز. يعني لا ماتش النهارده ليه وعليه طبعا، احنا كان ممكن لو الكوره زي الناس ما بتقول او والواحد يتحلل ان الكوره جول، لان احنا في الملعب احنا شفناها عندنا في الملعب على الناس ان الكوره جول. انما طبعا كابتن احمد الغندور في مراجعته للبار، البار كان ليه راي تاني. الراي التاني ده احنا اللي وصلنا طبعا ما نعرفش اي حاجه، انما الكلام اللي بيتقال لنا ان الكوره بتاعت زاويه واحده. ما كان ده حصل لا يبقى الامور مش مظبوطه خالص، الامور يبقى فيها شيء غير طبيعي يعني، لان النادي الاسماعيلي اكبر من كده بكتير واكبر من اللي معاه كده بكتير يعني. طيب هي الكرة جت في ايد محمد حسن ولا ما جاتش من واقع التواصل مع اللاعب لاعب حضرتك؟ حضرتك بص انا خليني عشان الناس تاخد الكلام من سياقه. انا اكلمك باحساسي كلاعب كوره. تمام، نبدا بالاحساس الاول. تمام، الكوره دي لو جت في ايد محمد حسن هتنزل مكانها. انت فاهمني؟ لو جت في ايده الاول هتنزل مكانها. انما ان الكوره تروح بالقوه دي وفي الزاويه دي يبقى الراجل لعب برجليه. ما اعتقدش يعني انه ان ايده هتبقى بالقوه دي، لان ما بيلعبش طايره هتبان للعالم يعني. انما انا بقول ممكن واحط تحت ممكن 20 سطر تبقى جت في رجليه ولمست ايده، انما كونها تيجي في رجليه الاول وتلمس ايده سواء المدافع او المهاجم يبقى الكوره تكون صحيحه. ده قانون اللي بيقول كده، مش احمد العجوز اللي بيقول كده. بس كابتن جمال غندور قال لو جت في اي باي طريقه في ايديه وتحولت الى الشباك تبقى ضربه حره. انا كابتن جمال طبعا ده رايه يعني، يعني لو جت في رجليا وانا واقف في الجون وجت في ايديا انا مدافع بتاخد بنالتي؟ لا طيب يبقى ازاي بقى؟ يبقى اصل القانون ما بتنصرش بشكلين. ما حضرتك بتشوف ان هي جت في رجليه وفي ثم في ايديه. انا ما اعرفش، انما بالقوه دي وبتغيير الاتجاه ده ما اعتقدش انها جت في ايديه. طيب ده الاحساس وتفسير القانون. محمد حسن نفسه قال ايه لحضرتك؟ أنا ما قاليش حاجة، محمد ما قاليش حاجة، ما بلغنيش حاجة ولا جت ولا ما جتش؟ ما قالش لا حاجة؟ لا 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 ما قالش، ما قالش حاجة خالص. أنت فاهمني؟ ما اهتمتش تسأله؟ بص بص يا أستاذ، أنا تديني حقي عشان أبقى أنا مرتاح زي ما حضرتك كده بتقدم برنامج يكون ده مرتاح. حيد لي الكورة من كل الزوايا، أنت فاهمني؟ من ورا الكون ومن جنب الجنب زي ما بتعمل في كل حالات. إنما إنك تتالي من زاوية واحدة أفسرها أنا إزاي؟ احنا شفنا الفار عد اعاده واحده بس، احنا كمشاهدين شفنا كل الاعادات المتاحه. حلو، شفت كل الاعادات، تقول لي رايك بقى. انا خليني اخد دور المذيع وانت دور احمد العبوز. قول لي ايه رايك. طب حضرتك شفت كل الاعادات؟ انا شفت كل الاعادات طبعا. ورايك ان هي جون؟ ان هي جت في رجله ثم في ايديه. انا ما شفتش جت في ايديه، انا شفت الكوره في رجليه وفي في رجليه. انما ما شفتش بقى ايه اتحركت ولا 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 الكلام ده خالص. لو الكلام ده سليم انا بقى مين يجيب لي حقي؟ هو انا باكد ان هي جدليه، ان هي ممكن تفسر كذا تفسير، وباكد ان هي اعادتها من لقطه واحده في الفار. لا 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 لا, لا امر جدا. غير صحيح. امر غير صحيح. وبعدين ان انا يجي لي خبر برضو ان الفار حكم الفار اتوقف، لا انا ابدا برضو احط 100 خط تحت الكلام ده. تمام، ما هو حتى على فكره لو الحكم الفار اتوقف فهو هيتوقف علشان هو عدها للحكم من زاويه واحده. كلام جميل. دي نقطة مهمة مؤثرة. حضرتك يا استاذ كريم، انا ماليش دعوة طالما انت
كلجنه حكام وقفت الحكمي بقى اكيد اخطا. الخطا ايه بقى؟ انا ما اعرفش. لو انت جبتها من زاويه واحده باينه ان هي هاند بول يبقى انت راجل ما اخطاتش، انما انت جبتها من زاويه باينه ايه؟ بس ما اهتمتش تسال محمد، يعني محمد حسن اللاعب بتاعك ما كلمتوش؟ حضرتك بص انا ما سالوش. انت فاهمني؟ لان انا بقول لك احساسي كلاعب كوره، ناس بتعمل كوره عندك كابتن شريف عبد الفضيل. الكوره لو جت في ايده هتنزل مكانها، هتنزل قوتها، هيبقى لها 100 شكل. انت فاهمني؟ انما الكوره تقع بالقوه دي ما ينفعش ابدا يا جماعه. احنا بنتكلم في حاجه بديهيه. ما هو الاحساس امر مهم جدا، لكن في الاخر طبعا. يعني اذا حضر الماء بطل التيمم. ده محمد حسن نفسه معانا، ما نكلمه نساله يمكن الاسئله تنتهي بان اللاعب يقول فعلا جت في ايديا ويبقى خلاص. لا، ما اللعيبه يقول جت في ايديا ما جتش في ايديا. انا بقول لك القانون بيقول كده. انما القانون بيقول جت في ايده، جت في رجليه وجت في ايده، ما فيش مشكله. رسمي زي ما انت بتحسب ضربه جزاء دي هتحسب جول. مفهوم. لان انا مش هقدر ولا تشريع، مش هقدر اعمل حاجه. تمام. هو مش دي وجهه تشريع ودي وجهه تشريع، ولا القانون ليه وجهين؟ القانون مش قاسي. اشده وارخيه زي ما انا عايز. قانون. تمام. الكابتن توفيق السيد عضو لجنه الحكام قال لنا في تصريح خاص من شويه انه رد فعل محمد حسن على الغاء الهدف يثبت صحه قرار الغاء الهدف. كلام جميل. كلام جميل. لان فعلا بصراحه قدامنا محمد حسن ما عملش اي اعتراض بعد كلام الموقع. جميل، كلام جميل، عشان عنده انذارين. احنا منبهين ما حدش يشتغل، ما حدش يعترض على التحكيم. انت فاهمني؟ عشان عنده انذارين الراجل. واحنا عندنا ماتشات مهمه. تمام. انما زي ما حضرتك اخر من تصريح الكابتن توفيق السيد، ان رد فعله، طب انا رد الكوره، شكل الكوره ورد فعلها وتحويلها وقوتها بتقولني يا جول ولا ايه؟ طيب ايه رساله حضرتك لجمهور الاسماعيلي قبل المباراتين الحاسمتين المقبلتين؟ بقول لهم دايما احنا محتاجينكم، لان انتوا لاعب رقم واحد مش لاعب رقم 12 دايما في دار لعبتكم بتسندوه، وان شاء الله ازمه وهتعدي. انما رساله بوجهها لكل اسماعيلاوي، يعني يا ريت اختياراتنا بعد كده تبقى احسن من كده، لان الله يسامح ويجازي اللي عمل كده في النادي الاسماعيلي ووصله المرحله دي. اللي هو مين؟ اي حد دايم في النادي الاسماعيلي يوصل للمرحله دي الله يسامحه. بس كده. ايه وصفك للمرحله دي؟ بتسميها ايه يا كابتن احمد؟ بسميها طبعا يعني ذبح النادي الاسماعيلي وتاريخ النادي الاسماعيلي، وقدم لكل اللي كان النادي الاسماعيلي انه يدار بالطريقه دي، بالطريقه السيئه للغايه دي. فالله يجازي اللي كان السبب. بس ما اقدرش